تابع وإياكم هذه الصور المباشرة التي تأتي مباشرة الآن وتعرض على الشاشة ليعلم ما يبدو هنالك قصف أيضا إسرائيلي، قصف على تل أبيب، ويبدو أنه حتى الآن مجهول المصدر. هذا القصف من قبل إيران على ما يبدو قصف إيراني بحسب التصريحات الأخيرة، كانت هنالك تصريحات إيرانية برد مرتقب، وعلى ما يبدو هذا هو الرد المرتقب الإيراني. إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذه الصواريخ، وعلى ما يبدو هناك إصابات، 10 إصابات جراء هذا القصف على تل أبيب. إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذه الصور العاجلة التي تأتي الآن وتردنا مباشرة على الشاشة، قصف على تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي الآن. إذن هنالك إصابات أيضا جراء هذا القصف على تل أبيب. إذن مشاهدينا، هدف هذا الهجوم الإيراني على ما يبدو على 3 قواعد جوية عسكرية ومقرات استخبارية في شمال تل أبيب. الجيش الإسرائيلي أيضا يعلن عن إطلاق صواريخ من إيران. إذن صافرات الإنذار تدوي الآن وصواريخ إيرانية على تل أبيب، كما نتابع مشاهدينا وإياكم هذه الصور التي ترد على الشاشة الآن، صور تظهر لنا الصواريخ التي تطلق على تل أبيب من قبل إيران. إذن صواريخ القبة الحديدية وهي تتصدى للصواريخ الإيرانية. للمزيد من التفاصيل والمعلومات تنضم إلينا من القدس المحتلة ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ريم. إذن ريم، ضعينا في أبرز التفاصيل والمستجدات. قطع الصوت الاتصال مع ريم، ونعود وإياكم مشاهدينا لمتابعة هذه الصور العاجلة التي ترد الآن على الشاشة مباشرة وترصد لنا إطلاق صواريخ من إيران إلى تل أبيب، وأيضا نقلا عن نيويورك تايمز من مسؤولين إسرائيليين تتحدث بأن هنالك هدف للهجوم الإيراني على 3 قواعد جوية عسكرية ومقر استخبارات شمال تل أبيب. تنضم إلينا مجددا ريم العمري من القدس المحتلة، مرحبا بك معنا ريم، تفضلي، ما الصورة؟ الصورة الآن إذا صفيرات الإنذار من حولي في كل مكان، والآن أصوات انفجارات بشكل كبير تسمع. هو هجوم كبير وغير مسبوق حقيقة. إذا صفارات الإنذار هنا في القدس تدوي منذ دقائق وما زالت تدوي. شوهدت الصواريخ في السماء، هناك أكثر من تقريبا 100 صاروخ دفعة واحدة، صواريخ طويلة المدى، وذلك لأنها وصلت إلى القدس وإلى سماء القدس وإلى نتانيا وحيفا وجميع مدن الشمال.
حتى هذه اللحظة هناك طبعا هرع جميع المستوطنين والإسرائيليين إلى الملاجئ، وصلت رسائل إلى الجوالات وإلى الهواتف لكل سكان القدس بالنزول بشكل سريع إلى الملاجئ. الحديث يدور عن عدد كبير من الصواريخ، يبدو أن القبة الحديدية لم تستطع أن تصد في الدفاعات الجوية هذه الصواريخ. نحن نتحدث إذن هنا عن عدد كبير، دعوة واحدة، وهذا هو الهجوم الإيراني الوشيك. أيضا هنالك قتلى وجرحى على ما يبدو في عملية إطلاق النار على تل أبيب ريم. هذا أمر مختلف، نعم، قبل الهجوم الإيراني بالصواريخ حدثت عملية لإطلاق نار في يافا، قام بها منفذان أطلقوا النار على الناس، وتقريبا 4 إصابات خطرة، يعني على الأقل 4 قتلى، وعدد من الإصابات 17 إصابة تقريبا. والشرطة الإسرائيلية تقول أنها قامت بتحييد المنفذين، أي قامت بقتلهما. لم تتضح بعد أي معلومة حول المنفذين، من أين هما بالضبط أو أي معلومة عنهم، لكن هذه العملية كانت مفاجئة لأنها جاءت في توقيت أيضا مفاجئ، في الوقت الذي فيه حالة استنفار كبرى وحالة تأهب قصوى، وفي الوقت الذي يعني تنتظر فيه إسرائيل هجوم إيراني محتمل، يعني حدثت هذه العملية، وبعد وقوع العملية بدقائق بدأ الهجوم بالصواريخ. حالة ارتباك كبرى، حالة استنفار كبرى، حالة تأهب قصوى لدى الاحتلال. صفارات الإنذار في كل مكان كانت، وأيضا رسائل إلى الناس أن يهرعوا سريعا إلى الملاجئ. ستتضح الصورة أكثر فأكثر حول هذه الصواريخ وحول عددها بالضبط أين سقطت، ولكن فعليا هذا الهجوم كبير، كان أكثر من المتوقع وأكثر مما الآن. إذن هيئة البث الإسرائيلية تؤكد مقتل 4 أشخاص في الهجوم الذي حدث في يافا، وهذه العملية أيضا تعد من أكبر العمليات التي حدثت مؤخرا، يعني عملية أيضا كبيرة مركبة قام بها منفذان، وعدد القتلى يبدو كبير. حتى اللحظة تم الإعلان وتأكيد 4 أشخاص، هناك عشرات الإصابات. الصور والفيديوهات أظهرت منفذين يحملان سلاح من نوع M16 وقاما بإطلاق النار في محطة للقطار في مدينة يافا بالشمال، وعلى الفور بعدها انطلقت صافرات الإنذار وبدأ الهجوم بالصواريخ. هناك إصابة إذن لمبنى، هناك إصابة لمبنى. طيب ريم، أيضا ريم هنالك أنباء عن حالة طوارئ وفرض حاضر التجوال في تل أبيب، هل لديك تفاصيل؟ نعم، حالة هي حالة ارتباك، نعم، واستنفار أمني أيضا، تأهب واستنفار أمني. الآن إذا أصيب مبنى بالصاروخ، سقوط صاروخ أطلق من إيران على مبنى شمال تل أبيب، لم تتصدى الدفاعات الجوية لهذه الصواريخ الإيرانية. لا نعلم هذا المبنى من كان به، ما هي الأضرار، ماذا، لكن الآن الأخبار تأتي تباعا أنه قصف مبنى بصاروخ سقط عليه من إيران. عدد الصواريخ لم تكن تتوقعه إسرائيل، عدد صواريخ كبير بمعظمها وصلت إلى تل أبيب. أهالي الضفة الغربية شاهدوا الصواريخ وهي في السماء، أهالي الضفة الغربية ومدن الضفة شاهدت الصواريخ وهي في السماء، جميعنا سمعنا صافرات الإنذار
في الضفة الغربية سمعناها بطبيعة الحال، لأن المستوطنات في الضفة دوت بها صافرات الإنذار. بالقدس أيضا سمعنا صافرات الإنذار، وسمعنا أيضا ارتداد سقوط الصواريخ. حقيقة الصوت كان جدا كبير وضخم، الصوت الانفجار الذي سمعناه ونحن على بعد كيلومترات من هذا القصف، وسمعنا هذا الصوت بشكل كبير جدا. وعلى ما يبدو هذه الصواريخ هي صواريخ طويلة المدى، ربما باليستية. هذا الأمر بالطبع سيتضح أكثر من خلال نسمع الآن. إذن الآن نسمع صاروخ يسقط، الآن صوت انفجار، وأنا أحدثك الآن أسمعه صوت ضخم جدا. إذن ريم هنالك أيضا بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران. تسمعون صافرات الإنذار؟ نعم، أعود إليك، سأعود إليك ريم. أنتقل الآن إلى أحمد القصير. أحمد، كيف تبدو الصورة لديك يعني في ظل هذه الأنباء التي تتحدث عن صواريخ متتالية إيرانية إلى تل أبيب؟ طبعا هذه الصواريخ أتت كما قالت إيران أنها سترد على مقتل واغتيال أمين عام حزب الله، إضافة إلى أنه هذه الصواريخ كانت قد لاحظنا بعضها في كانت قد عبرت سماء لبنان من بعض المناطق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. المشهد يعني يتجه إلى أيضا معارك في الجنوب اللبناني لا تزال حتى اللحظة موجودة، وتحديدا بعد الغارات الأخيرة. طبعا هناك صواريخ نشاهدها تعبر في من السماء الآن أمامنا باتجاه الأراضي المحتلة. هذه الصواريخ كانت قد وعدت إيران إسرائيل أنها سترد على اغتيال أمين عام حزب الله، إضافة إلى أنها أيضا كانت قالت أن الرد على اغتيال إسماعيل هني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لا زال بعده قائم منذ يومين، والآن بدأت هذه الصواريخ بالتزامن مع مسيرات أطلقت، عدة مسيرات أطلقت وعدة. طيب الآن يا أحمد، يعني في ظل هذه الصواريخ الإيرانية على تل أبيب، كيف تبدو الصورة لديك على الجبهات؟ هل هدأت الجبهات أم أيضا هنالك قصف؟ الجبهات لم تهدأ حتى اللحظة. طبعا بالنسبة لجنوب لبنان وعدة مناطق، فالغارات الجوية الإسرائيلية حتى الساعة السابعة مساء كانت هي على حومين فوقة ومارون الراس ويارون وعيدرون وعيتا وبيت حانون والخيام، ومارون الراس تعرض لقصف مدفعي هو وكفر كلا وتلت لازية. هذا يدل على أن إسرائيل مصممة على اقتحام القيام بالعملية البرية، وهي التقدم إلى بعض المناطق في لبنان بعملية كما سمتها عملية محدودة. طبعا هذه الصواريخ الآن وهي تصل إلى الأراضي المحتلة، يعني لا يزال على الجبهات هناك الكثير من القذف في بعض المناطق. يعني في هذه الأثناء الآن تركزت الأخبار، الآن هناك أيضا رشقات تخرج من لبنان، يعني الرشقات كانت منذ ساعات الصباح الباكر لم تهدأ. يعني اليوم حزب الله حتى اللحظة كان قد أطلق ما يقارب يعني 100 صاروخ في حسب البيانات التي أصدرها متنوعة، لكنه استخدم اليوم صواريخ أيضا جديدة في العمليات التي قام بها. هذه الصواريخ التي استخدمها هي فادي 4 كما سماها، وأيضا فلق 2. يعني دائما ما حزب الله يقول يطلق أسماء على صواريخ جديدة يستخدمها في الهجوم، وتحديدا أن اليوم أحد الصواريخ التي استهدف فيها هي فادي 4، ويعتبر من الصواريخ الحديثة التي بدأ يستخدمها في هذه
الحرب حزب الله، وكان قد استهدف فيها قاعدة جوليوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية من 8200 ومقر الموساد، إضافة إلى أيضا استخدامه لصواريخ الكاتيوشا بكثافة اليوم. يعني في أحد الاستهدافات كان استهدف ب 32 صاروخا أحد المواقع، وفلق اثنين، وعدة صواريخ أخرى. كنا شاهدنا في سماء لبنان صواريخ كانت قد مرت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، أيضا كانت قد أطلقت من إيران، وكان هناك حديث عن إطلاق مسيرات وأيضا من العراق. نعم. لكن إلى الآن يعني لا نستطيع عد هذه الصواريخ، لأن إذن على ما يبدو أيضا بحسب الخارجية الإسرائيلية صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل، تدفع الملايين إلى الملاجئ، أيضا على ما يبدو هنالك حالة هلع أيضا جراء هذه الصواريخ الإيرانية التي أطلقت. الآن هناك بيان بعد قليل أعلن الحرس الثوري أنه سيصدر بيان مرتقب قريبا. نعم. بعد استهداف الله منذ الساعة صباح الباكر، كان هناك بعد ذلك من الساعة 9 تقريبا كان استهدف أيضا الموقع البحري. يعني منذ ساعات الصباح الباكر كان حزب الله لا يزال في كر وفر في محاولات التقمع الأراضي اللبنانية. كان أيضا مكتب العلاقات الإعلامية التابع لحزب الله نفى ما أسماه ما نشره الجيش الإسرائيلي أنه نشر صورا وأفلام من داخل مخازن وأوقاف لحزب الله، وذلك وقالوا ذلك يستخدمها في إطار الحرب النفسية. إذن أيضا نقلا عن يد يعود أحمد، هناك إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران، وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل. نعم. كانت عند قبل ذلك عدة صافرات إنذار أطلقت في الأراضي المحتلة بعد هجوم يافا. يعني إلى الآن هناك بعض الصواريخ كانت قد عبرت الأجواء اللبنانية من بعض المناطق. طيب، سأنتقل إليك ريم لترصد لنا الأوضاع لديك، كيف تبدو الصورة في ظل إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال الآن؟ نعم ريم، الآن الصواريخ حقيقة لا زالت تطلق ولا زلنا نراها في سماء القدس. أنا أصور الآن من شرق القدس بالضبط، قبل دقائق من الآن كانت هناك صلية من الصواريخ هنا في هذه السماء، ونسمع أيضا صوت انفجار تلو الآخر. يبدو أن الرشقات الصاروخية لم تتوقف، هي مستمرة متواصلة. صافرات الإنذار دوت أيضا قبل قليل هنا في هذا المكان عند هذه الأنوار، هذه مستوطنة إذن دوت بها صافرات الإنذار، وبالتالي كان الصوت نسمعه جميعا. ريم، إذن يعني بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة مبنى شمالي تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران، أيضا القناة الإسرائيلية تتحدث عن نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل سترد بقوة على هذا الهجوم الإيراني. نعم صحيح، المعلومات تتحدث أن هناك أكثر من 100 صاروخ حتى هذه اللحظة أطلقت من إيران على دفعة
واحدة. الموضوع صوت الانفجارات كان كبير وضخم جدا. هذه الصواريخ سقطت، لم تعترضها الدفاعات الجوية. نعم ريم. ولكن نود التأكد، هل المئة صاروخ جميعها سقطت أم لا؟ على الأرجح أن نعم ريم. يعني إذن هذه التغطية مستمرة وسنواكب معكم آخر التطورات على رأس الساعة مع الزميل محمد. تفضل محمد. شكرا لك ديما، مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية. وفي آخر التحديثات، أن صواريخ باليستية أطلقت من إيران باتجاه وسط إسرائيل وأصابت بعض الأهداف. نتابع معكم هذه الصور التي تريدنا من تل أبيب. إذن أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ تجاه إسرائيل، وسادت حالة من الاستنفار الأمني مع بدء إطلاق الصواريخ، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد بحسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت موجتين من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى على إسرائيل، وتم رصد 102 منها. نتابع معكم إذن مشاهدين ما زلنا هذه الصور التي تريدون من تل أبيب. ونقلا عن صحيفة يديعوت أحرونوت، فتم إطلاق ما لا يقل عن 102 من الصواريخ من إيران، كما أن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران. ونشاهد أيضا على يسار الشاشة مشاهدينا، هناك إذن صورة تريدون من تل أبيب، وأيضا هناك يبدو حالة استنفار أمني من في يافا، في شوارع يافا، بعد أطلاق هذه الصواريخ من قبل إيران على أنحاء متفرقة من إسرائيل. إذن مشاهدينا في آخر تطورات، قبل يعني دقائق، عشرات الدقائق ربما، بدأت إيران بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، وتفيد الأنباء بأنها أصابت بعض الأهداف في مناطق مختلفة. ربما هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها رد إيراني بهذا الشكل، يصل إلى تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى في وسط إسرائيل. الحرس الثوري الإيراني يقول في حال وجود رد عسكري للكيان الصهيوني سنقوم بضرب الكيان بضربات ساحقة. إذن الأمور تتصاعد. يضيف الحرس الثوري الإيراني العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم من الجيش، في حين أن الإذاعة الإسرائيلية تقول أكثر من 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل خلال النصف ساعة الأخيرة. إذن أكثر من 200 صاروخ خلال أقل من نصف ساعة أطلقت من إيران على إسرائيل. الحرس الثوري يقول إن الهجوم على إسرائيل جاء ردا على اغتيال هنية ونصر الله ونيل فوروشان، وهو الجنرال اللي طبعا الذي جرى اغتياله مع حسن نصر الله. وهناك انفجارات قوية تصفها صحيفة إسرائيل هايوم دوت في تل أبيب، كما أن هناك بيانا منتظرا سيصدر عن الحرس الثوري الإيراني بعد قليل. من الطرف الآخر، القناة 12 الإسرائيلية تقول نقلا عن مسؤول إسرائيلي سنرد بقوة على الهجوم الإيراني. ونذكر مشاهدينا إذن تشاهدون هذه الصور من تل أبيب، وهناك أيضا استنفار أمني في يافا. واضح أن مناطق مختلفة ضربت بإسرائيل. ما تزال الأنباء أولية حول نتائج هذه الضربات، لكن يعني الواضح أن هناك يعني أهدافا حققت وبعض الإصابات.
إذن مشاهدينا ما زلنا نتابع هذه الصور التي تريدنا من إسرائيل، وواضح أن هناك استنفار أمني في يافا، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الهجوم على يافا أسفر عن مقتل 5 أشخاص. للمزيد يسعدنا أن نرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، والعميد الدكتور عبد الله الأسعد المحلل العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا إبراهيم ريحان الصحفي والكاتب السياسي من بيروت، ومن الخليل معنا عادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمود، إذن بدأ الرد قبل حوالي نصف ساعة، الرد الإيراني، مجموعة من الصواريخ البالستية وحققت إصابات مباشرة في الداخل الإسرائيلي، كيف تقيم؟ نعم، هذا الرد حتى الآن. مساء الخير بداية. طبعا يعني نحن أمام ثاني هجوم إيراني على إسرائيل، ثاني هجوم إيراني مباشر بعد الهجوم الأول في أبريل نيسان الماضي. لكن ما يختلف الهجوم اليوم عن الهجوم السابق أنه هناك عدة أمور تختلف وهي مهمة. الأمر الأول أنه الحديث عن الهجوم بدأ تقريبا قبل ساعات قليلة من اندلاعه. في أبريل نيسان الماضي كانت يعني ربما إيران تواصلت أو أعطت فرصة لدبلوماسية القنوات الخلفية لتشكيل الهجوم بشكل أكبر، وكانت هناك فرصة أمام إسرائيل في وقت طويل لاحتواء تداعيات الهجوم. اليوم نرى بأنه الفترة الزمنية بين التسريب توقيت الهجوم والهجوم قصير جدا. وهذا ربما فقط للمشاهدين أنه عدد يعني القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 8 حسب نعم وسائل نعم الإعلام الإسرائيلية. طبعاً حتى يعني الآن في يافا في الهجوم الأول لم يكن هناك قتلى إسرائيليين، اليوم نحن نتحدث عن قتلى، وبالتالي من الواضح أنه إيران أرادت هذه المرة أن يكون الرد مختلف عن الرد المتفق عليه في أبريل نيسان الماضي. هذا أمر ينبغي أخذه بعين الاعتبار من حيث الأهمية. الأمر نعم الآخر نوه فقط، أنا يعني أصحح نعم فقط أنه عدد القتلى حسب ما وردني هو من إطلاق النار وليس من الصواريخ تحديدا الذي حصل في إطلاق في النار في يافا. نعم يعني مش بالهجوم الإيراني، لكن عموما واضح أنه الهجوم أربك إسرائيل على ما يبدو مختلف عن الهجوم في أبريل نيسان الماضي. عموما سيتعين علينا أن ننتظر لنعرف طبيعة ما جرى بالضبط. العامل الآخر أو الفرق الآخر المهم جدا أنه اليوم هذا الهجوم يأتي في ظل لحظة إقليمية مرتفعة المخاطر مضطربة بشدة. هناك حرب إسرائيلية شاملة صح التعبير بدأت على حزب الله. هذه الحرب على عكس هجوم أبريل نيسان الماضي كانت دائرة الحرب في إطار حرب الاستنزاف، اليوم نحن أمام حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. وبالتالي هذين العاملين يعطيان أو ينبغي قراءتهما بكثير من الأهمية لفهم دوافع الهجوم الإسرائيلي الإيراني اليوم على إسرائيل وتداعياته. كما تعلمون هذا الهجوم بدأت إيران تتحدث منذ اغتيال الراحل إسماعيل هنية عن الانتقام له، لكن فضلت عدم الانتقام والتردد في الانتقام لاعتبارات متعددة، منها ما هو يتعلق بوعود تلقتها على ما يبدو من الولايات المتحدة الأمريكية بأن وفق ما صرح مسعود بزشكيان نعم الرئيس الإيراني بأن عدم الرد سيعظم من فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. والعامل الآخر الأكثر أهمية بالنسبة لي أو بتقديري هو أن إيران لا تريد أن تتورط مباشرة في هذه الحرب. هذا التقييم كان بعد اغتيال هنية، وبالتالي هذين العاملين ربما ساهما في تأجيل توقيت أو تأجيل الانتقام الإيراني. ما حصل اليوم أنه الحرب الشاملة على حزب الله أصبحت كأمر واقع. إسرائيل وصلت إلى مستويات خطيرة في هذه الحرب بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله،
وهذا التصعيد في الخيار في الحرب الإسرائيلية يعني أن إسرائيل نجحت في فرض إيقاعها في هذه الحرب بعد مرور تقريبا عام على حرب 7 أكتوبر، وبالتالي هذا الإيقاع يضع إيران أمام خيارات عالية المخاطر جميعها، إما التورط في حرب من أجل حماية حزب الله وبالتالي جلب الكثير من المخاطر عليها، أو التخلي عمليا عن حزب الله مقابل تجنب التكاليف. لكن التخلي عن حزب الله مقابل تجنب التكاليف الكبيرة يعني أن التكاليف الكبيرة ستكون في المستقبل، لأنه حزب الله لم يكن مجرد حليف لإيران في لبنان ولم يكن مجرد وكيل لإيران في المنطقة، كان جزء ولا يزال جزء من العقيدة الدفاعية الإيرانية، وبالتالي انهيار هذا الجزء المهم سيكشف العقيدة الدفاعية الإيرانية. وبالتالي أعتقد بأن هذا الهجوم يشير على الأقل إلى أن إيران فضلت المخاطرة في تعميق تورطها في هذه الحرب على أمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع تكاليف الحرب على حزب الله، وبالتالي أو تكاليف الحرب الإسرائيلية على حزب الله. وبالتالي بتقدير هذا الهجوم الإيراني مسمى بشكل رئيسي من أجل حماية حزب الله من مخاطر التورط بشكل أكبر في تكاليف هذه الحرب. طيب إلى أي درجة عميد عبد الله يعني كانت كما قال أستاذ محمود إيران تتجنب الانخراط المباشر في الحرب، الآن يعني هجوم هو الثاني كما أشار أستاذ محمود، لكن يبدو أن هذا أشد وأقوى باتجاه الداخل الإسرائيلي. نعم، مساء الخير لك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. في الواقع إيران اختارت أمرين، أحد الأمرين أحداهما مره، ودرست العقيدة الإسرائيلية بشكل دقيق ومنسق. إسرائيل تعتمد في العقيدة الإسرائيلية في قتالها على المبدأ الشمشومي، علي وعلى أعدائي. إسرائيل لا تريد أن تخرج من أي حرب هي خاسرة، لأن هذه الحرب التي تخرج منها خاسرة هو انتهاء للكيان الصهيوني. بدأت هذه الحرب وإيران تدرس وتراقب عن كثب ما يجري الآن. هي تقوم بالحرب في غزة، تقوم بالحرب على لبنان على حزب الله، وتحقق أهداف بشكل كبير جدا. اليوم ومنذ أمس طلعات جوية على الأراضي السورية، وقصف أهداف دقيقة جدا ومنطقات، وقصف أيضا على الحديدة، ميناء الحديدة، وعلى اليمن، وعلى كل هؤلاء أذرع إيران. لذلك إيران يعني أراد أن تقوم بضربة استباقية وتجنب أمرها بأن تدخل لكي يكون هذا الأمر أقل خسارة من الأمر لو بقيت ساكتة. وأيضا وجود القوات الأمريكية وتزويد الآن بطائرات F-15 و F-16 من التحالف الغربي الذي يدعم إسرائيل، طبعا هنا يعني عرفت إيران بأن هذه الحرب ليست قصيرة، وإنما ستدحرج وستتطال الإيرانيين في الداخل الإيراني ليس فقط الأذرع. لذلك لكي تحافظ على نفسها ماذا فعلت؟ قامت بهذه الحركة. الآن إيران تورطت، نحن أمام تطورات متسارعة. يعني الكل كان يقول بأن التصريحات السياسية لا يعني تدع إيران تدخل المعركة، لا تجبرها على دخول المعركة، لكن هناك تناقض في إيران بين تيارين، تيار الدولة العميقة والتيار الثيوقراطي الذي يحكم الدولة الإيرانية. لذلك اختار التيار الديني الذي يرأسه خامنئي بأن يكون هناك رد. هذا الرد هو استباقي. إذا ما قامت إسرائيل بشن هجوم عنيف مقابل، وإسرائيل ستقوم بالرد. طيب يعني أنقل هذه النقطة، اسمح لي، لأنه وفق أستاذ عادل أنقل إليك هذه النقطة، وفق تصريح مسؤول إسرائيلي لقناة 12 إسرائيلية أنه إسرائيل سترد بقوة على هذا التصعيد الإيراني، يعني حسب كلام إسرائيل. كيف هي الأصداء حتى الآن؟ يعني وهل نتوقع ردا محددا من إسرائيل؟ مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بداية الصوت عندكم متقطع، لم أكن أسمع كل الحديث الذي جرى بينكم، ولكن بخصوص السؤال لا شك أنه يعني ما بعد الساعة 7:30 من مساء اليوم الأول من أكتوبر لم ولن يكن كما كان. لأول مرة بتاريخ الحركة الصهيونية تقوم الجمهورية الإسلامية في إيران والحرس الثوري بإدخال كل المجتمع الصهيوني إلى الملاجئ،
من أعلى من رئيس الحكومة المجرم نتنياهو حتى أصغر مستوطن نزلوا كالفئران إلى الملاجئ، باستثناء ملايين الفلسطينيين الذين صعدوا على أسطح المنازل، والآن ملايين الفلسطينيين بكل فلسطين التاريخية يهللون لصواريخ الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يميز هذه المرة مجموعة من الأمور وإحنا شاهدناها، يعني لم نسمع بالأخبار، لسنا بحاجة لنسمع التقييمات الإسرائيلية، شاهدنا كل صواريخ، الصواريخ لم يتم إسقاطها نهائيا، لم يتم اعتراض أي صاروخ، وشاهدنا صواريخ وهي تتفلت ما بين مئات صواريخ القبة الحديدية والمنظومات الدفاعية الأخرى، ووصلت أهدافها بمنتهى الدقة، قصفت محطات الطاقة بالبحر المتوسط على شواطئ غزة وشواطئ عسقلان، قصفت محطة الطاقة في 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 مستوطنة قريات جاد، قصفت قاعدة نفاتيم العسكرية أضخم قاعدة على حدود الخليل مع النقب، قصف مطار عرعر العسكري، كل القواعد العسكرية وصلتها صواريخ بدقة، وكل الفلسطينيين الإسرائيليين لم يشاهدوا لأنهم نزلوا إلى الملاجئ الجيش. نعم، والجيش الإسرائيلي يعني يعلن بهذه، يعني كما تقول، يعلن إغلاق كافة المطارات في إسرائيل بعد موجة الصواريخ الإيرانية الأولى. وفي الوقت نفسه مصدر استخباراتي أمريكي لواشنطن بوست يقول الهجوم الإيراني الحالي أقوى من السابق، والرئيس الأمريكي بايدن يقول مستعدون لمساعدة إسرائيل في مواجهة هجمات إيران وحماية قواتنا في المنطقة. يعني تتوالى الأخبار الحقيقة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون، وهذا ما يعني يدلل على أن الهجوم كما قلنا ليس كسابقه. أستاذ عادل، طيب ربما ذهب الصوت عند أستاذ عادل، نذهب لأستاذ إبراهيم ريحان. أستاذ إبراهيم في بيروت، مرحبا بك. ما هي الحدود المحتملة لهذا الهجوم الصاروخي الإيراني؟ نعم، أولا مساء الخير والتحية لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. المفاجئ في هذا الهجوم هو الكمية من الصواريخ التي أطلقتها إيران، واستعملت يبدو صواريخ فرط صوتية والتي احتاجت إلى دقائق قليلة، ما يقلل من إمكانية اعتراضها أو اتخاذ إجراءات دفاعية على عكس ما حصل يوم 13 نيسان. اليوم إيران كانت تواجه مشكلة كبيرة، حزب الله تعرض لضربات كبيرة في لبنان، حماس كذلك الأمر في غزة تعرضت لضربات، كان هناك غارات متتالية خلال الأيام الماضية على سوريا ومواقع تابعة لحلفاء إيران أو الفصائل المدعومة منها. هذا يعني وضع المشروع الإيراني في المنطقة برمته في دائرة الخطر، ويبدو أن إيران ذهبت لمحاولة لحماية مشروعها، وليس بالضرورة أنها نجحت، لأننا علينا أن ننتظر ردة الفعل الإسرائيلية، وكلنا ننظر إلى أن نتنياهو كان يتحدث عن اليد الطويلة وخطب في الأمم المتحدة وهدد إيران، وهو اليوم يترأس حكومة موسعة بعد انضمام جدعون ساعر إليها ومسلحة باليمين المتطرف أو اليمين الديني الذي يقوده بن غفير وسموتريتش وزير المالية، وهذا يأخذنا إلى احتمالية أن يكون الرد الإسرائيلي إما على البرنامج النووي الإيراني، وإما باستخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران، وإما بضرب أقل تقدير المنشآت الباليستية الإيرانية ومنشآت النفط الإيراني، هذا على أقل تقدير. فعلينا أن ننتظر، ويبدو أن الرد الإسرائيلي لن يكون متأخرا، أولا بسبب أن الكيان الإسرائيلي هو اليوم في حالة حرب ومستنفر على جميع الجبهات، وهذه الضربة التي جاءت اليوم كما يبدو أن إيران تحاول أن تخطف أجواء اغتيال حسن نصر الله واغتيال إسماعيل هنية واغتيال قادة حزب الله والضربات التي وجهت إلى حزب الله. فأرجح ومن يعني من معرفتي بالطريقة وحسب متابعة يعني التي يفكر بها الإسرائيليون وخصوصا هذه الحكومة اليمينية على أن لا يتأخر الرد في مدة أقصاها 24 ساعة. نعم، طيب يعني في الآن يريدون أن إيران تقول إن هجومها على إسرائيل انتهى في حال اختارت إسرائيل عدم الرد، نقلا عن بعثة إيران في الأمم المتحدة. إذن يعني يبدو في البداية بدأ قويا دكتور عبد الله، لكن حسب التصريح الأخير إسرائيل تقول إذا لم ترد إسرائيل انتهى الهجوم إلى هذا الحد. نعم، طبعا يعني إذا توقف الهجوم إيران عند هذا الحد، طبعا يعني سيكون يعني إطلاق صواريخ باليستية طويلة لا يعني جدوى منها. إذا أردت أن
يعني أن تقوم تنتقم لحزب الله أو تساند حزب الله لابد أن تكون الضربات متوالية، لأن المعركة إسرائيل تريدها معركة طويلة. والآن نحن لاحظنا مثلا يعني الضربات الجوية الكثيفة لإسرائيل امتدت لمدة أكثر من أسبوعين، وحتى بدأت تقريبا اليوم عبارة عن هجوم من محور واحد. ليس هذا هو الهجوم الرئيسي الذي ستقوم به، لكن هناك ستتوسع نطاق المعركة البرية على عدة جهات، ربما يكون اتجاه من الجنوب، ربما يكون اتجاه من الجولان، ربما يكون يعني ستعتمد تقول إيران على يعني الميليشيات التي تحالفها أو تتبع لها بدلا من الرد، يعني استكمال الرد بشكل مباشر. ممكن هذا يعني الآن يوجد في الأراضي السورية يعني تقريبا حوالي 100,000 من الميليشيات المتواجدة من الجنوب، يعني من جبهة الجولان السوري المحتل وصولا إلى دير زور وإلى القصير وإلى المناطق. هذه القواعد مليئة يعني بال وكان هناك يعني حتى أخبار أنه هناك عشرات آلاف المقاتلين حتى من الحوثيين ومن الميليشيات العراقية. نعم. ومن السوريين يعني اقتربوا من حدود الجولان. موجود الآن هو في الواقع هناك عناصر متعسكرين بالقرب من حدود الجولان، عناصر يعني طبعا ليسوا جيش نظامي وإنما هم من الميليشيات الإيرانية. الميليشيات الإيرانية طبعا ضمن تفاهمات سياسية مع نظام الأسد بأن هؤلاء يعني معزولين عن الاستهداف. لكن يعني الدقة الآن كون الجاهزية القتالية في إسرائيل الكاملة هي ترصد ورصدت منذ 3 أيام إلى 4 أيام أرتال تتقدم من العمق. هذه الأرتال يعني ليست كالعناصر المشاة المتواجدين في التلول القريبة من الجولان، إنما هؤلاء خبراء بالصواريخ، خبراء بالطيران المسير، خبراء مستشارين. هؤلاء طبعا جاءوا من أجل يعني تعبئة مباشرة لإدارة المعركة. هل هذا يعني أستاذ محمود أن إيران يعني بدأ الهجوم في البداية قويا لكنه خفت بسرعة، وتقول إيران ربما انتهى الآن، ويعني هل كان إذن نوع من حفظ ماء الوجه، رد الهيبة، لكن لا تريد التصعيد أكثر من ذلك؟ لا أعتقد أنه لحفظ ماء الوجه. إيران بالطبع لا تريد التصعيد، لكن هي اختارت التصعيد من أجل تجنب مزيد من التصعيد. يعني بمعنى اليوم ما تريده إيران من خلال هذا الهجوم إرسال رسالة واضحة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأن ذهاب إسرائيل إلى ما هو أبعد مما كان متوقع في الحرب على حزب الله سيؤدي بالضرورة إلى انزلاق الأمور إلى حرب أقليمية. وأعتقد أنه الإيرانيين اليوم يعني أصبحوا يفكرون بطريقة تبدو واقعية لمسألة الصراع، بمعنى أنه كان خلال على مدى عام تقريبا حرصوا على عدم أو تجنب التورط في هذه الحرب، وبالتحديد بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل نيسان الماضي. لكن الآن نحن أمام إيقاع إسرائيلي للحرب، وبالتالي نجح نتنياهو في فرض هذا الإيقاع على الأطراف الأخرى المنخرطة في الحرب، إيران وحلفائها في المنطقة. هذا الوضع يضع إيران في موقف صعب للغاية. يعني اليوم عدم تدخل إيران في هذا الصراع اليوم في هذه الفترة بالتحديد قد يؤدي إلى أبعاد المخاطر الوجودية أو المخاطر المباشرة عليها، لكنه لن ينهي هذه المخاطر، لأنه استهداف حزب الله من دون تدخل إيراني إن عبر وسائل الردع أو عبر وسائل رفع تكاليف أو رفع عواقب الحرب على إسرائيل يعني أن إسرائيل تفردت في حزب الله، وهذا ما لا تريده إيران، لأنه حزب الله كما قلت هو أبعد من مجرد حليف لإيران في لبنان أو مجرد وكيل لإيران في المنطقة، هو جزء من العقيدة الدفاعية الإيرانية. إذا انهارت حالة حزب الله يعني أن هناك انكشاف في العقيدة الدفاعية الإيرانية. طيب إيران في هذا السياق، وبالتالي أنا أعتقد عفوا على المقاطعة لكن نقطة مهمة، أنا أعتقد بأنه يعني عندما يتحدث الإيراني بأنه توقيت الرد انتهى، هو يدرك بأن إسرائيل سترد، يعني إسرائيل سترد على هذا الهجوم. اليوم نحن في مواجهة لم تعد تتعلق بأنه في حال إسرائيل استوعبت هذا الهجوم يعني أنها لا تريد مزيد من التصعيد. طيب ما الإيراني يقول بأنه نتنياهو يسعى إلى جر إيران إلى الحرب، وبالتالي يسعى إلى توريط إيران في فعل أو في رد فعل من أجل أن تقوم إسرائيل بفعل قوي. اليوم الوضع خطير جدا، عالي المخاطر على إيران. إسرائيل
على الأرض أولا في الداخل نتنياهو يبدو مرتاح إلى حد كبير، هو استطاع أن يحتوي تداعيات 7 أكتوبر على الداخل. اليوم يعني نظرة الداخل الإسرائيلي إلى نتنياهو تختلف بشكل كبير عما كانت خلال أحداث 7 أكتوبر أو هجوم 7 أكتوبر، وبالتالي هذا الأمر يساعد إلى حد كبير ويعطي أريحية في التعامل مع هذا التصعيد. العامل العسكري، إسرائيل لم تعد منهكة عسكريا في غزة، وبالتالي الآن تستطيع أن تخصص المزيد من الموارد العسكرية بشكل كبير على الجبهة الشمالية. هذا عامل. العامل الآخر، استطاعت إسرائيل فرض تكاليفها أو إيقاعها على حرب الاستنزاف مع حزب الله، وبالتالي أصبح حزب الله مكشوف استراتيجيا، خصوصا بعد تصفية جيل كامل من القادة الكبار في الحزب، اغتيال الأمين العام السيد نصر الله، بالإضافة إلى تفجير أجهزة البيجر الذي أحدث أضرار كبيرة على المقاتلين في حزب الله. نتحدث تقريبا عن 5000 مقاتل اليوم أصبحوا خارج الخدمة في حزب الله، وبالتالي تكاليف حرب الاستنزاف على حزب الله حتى الآن يمكن أن نقول بأنها أصبحت تضاهي تكاليف حربية حزب الله مع إسرائيل الأولى والثانية في الثمانينات وفي عام 2006، وحتى تكاليف توروطي في الصراع السوري، إن على مستوى القيادة العسكرية، إن على مستوى القيادة السياسية، إن على مستوى الأفراد أو على مستوى الأصول العسكرية. وبالتالي ما أريد أن أقول بأنه اليوم الإيراني بدأ يستشعر بشكل كبير مخاطر تعرض حزب الله لتهديد وجودي في هذه الحرب، وبالتالي هو مضطر أن يفعل شيء، مضطر أن يفعل شيء. الآن الإيراني يلجأ إلى استخدام القوة من أجل إظهار أو القول لإسرائيل بأنه هو لا يخشى من التصعيد إذا فرض التصعيد أو إذا فرضت الحرب الإقليمية عليه كأمر واقع. طيب. وبالتالي نحن أصبحنا في وضع خطير للغاية. الأمر لا يتعلق على ما إذا كانت إيران لا ترغب في التصعيد. الأمور الآن يتحكم بها بنيامين نتنياهو ببساطة. لكن في ظل هذا. وفرض إيقاعه طيب. على هذه الحرب، والآن يتحكم، والآن يورط إيران في هذه الحرب، ورط حزب الله في 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 الحرب الشاملة، وورط حتى ورط الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموقف. يعني طيب. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إلا أن ترسل الأصول العسكرية إلى المنطقة من أجل الدفاع عن إسرائيل، وإذا تفاقمت الأمور بالنسبة لإسرائيل بتقدير الولايات المتحدة ستكون يعني فاعلا. طيب في ظل هذه المعطيات أستاذ إبراهيم، هل من شأن هذا الرد الإيراني أن يؤثر على مسار العملية العسكرية البرية في لبنان؟ لا أعتقد أنه سيؤثر. هي محاولة كما تفضل ضيفك وقال، محاولة من إيران لرفع التصعيد إلى الحد الأقصى في محاولة لخفض التصعيد، ولكن اللافت أن الإسرائيليين لما وسعوا عملياتهم في لبنان قالوا الأمريكيين إننا نصعد من أجل خفض التصعيد، واليوم إيران تقول أني أصعد من أجل خفض التصعيد. وبين سياسة نتنياهو وسياسة النظام الإيراني في رفع كلفة التصعيد من أجل خفض التصعيد، لا أعتقد أن التصعيد سينخفض بل سيرتفع أكثر وأكثر، إلا إن دخل عامل آخر على الخط، وهو الموعد الذي طلبه نتنياهو، الذي طلب اتصالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يحصل قبل الهجوم، ما يعني أن هناك محاولة روسية أيضا للدخول على هذا الخط، وعلينا أن نراقب جديا الطريقة التي سيتصرف بها الإسرائيليون. وأنا يعني كما كنت أقول، أعتقد أن الرد سيكون عنيفا في قلب إيران ولن يكون ردا سهلا، لأن اليوم الإسرائيليين يحاولون أن يبنوا أو يعيدوا بناء صورة جديدة لمصطلح الأمن الإسرائيلي، بعيدا عن عقيدة بن غوريون التي كانت تتحدث عن الحروب الخاطفة والإنذار المبكر. اليوم طيب. الإسرائيليون يفكرون بطريقة أخرى، وهي الحرب الطويلة والإبادة واليد الطويلة التي يحاول نتنياهو إرساءها، وهذه هي النقطة الأهم في عقيدة نتنياهو، اللي هي اليد الطويلة. فأعتقد كما كنت لفرض شروطي نعم. إما على منشآت النووية، وإما طبعاً وإما على منشآت الصواريخ البالستية. طيب، الحرس الثوري الإيراني يقول إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني كانت باستخدام رؤوس حربية عنقودية، ما أدى إلى فشل منظومة القبة الحديدية في التصدي لها. تنضم إلينا الآن عبر الهاتف ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم مرحباً بك. إذن الحرس الثوري قال إنه هذه يعني كان رؤوس حربية عنقودية وفشلت القبة الحديدية في التصدي لها، ماذا لديك من تفاصيل حول ذلك؟ نعم
هذا صحيح محمد، أكثر من 100 صاروخ باليستي طويل المدى على ما يبدو جميعهم سقطوا، ويبدو أن الأضرار ستكون كبيرة لغاية هذه اللحظة. طبعا لم يعني لا يوجد نشر أو حصر للأضرار حتى هذه اللحظة التي خلفتها الصواريخ طويلة المدى التي شهدت في سماء القدس وفي سماء الضفة الغربية وفي سماء تل أبيب بطبيعة الحال. التصريحات الإسرائيلية جميعها الآن متركزة عن أن الحرب التي شنتها إيران على إسرائيل. القناة 14 الآن يعني أوردت خبر مفاده أن إيران فتحت أبواب جهنم على نفسها بهذه الحرب التي شنتها على إسرائيل. إذن هي حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبكل ما تحمل هذه الصواريخ أيضا من معنى، وجميع التقديرات الإسرائيلية والأمريكية أيضا لم تكن صحيحة محمد. قبل هذا الهجوم التقديرات الأمريكية قالت بأن هناك هجوم إيراني وشيك، ولكنه سيكون محدود على بعض أو على 3 قواعد عسكرية إسرائيلية فقط. لم يكن هناك حديث بأنه سيكون هجوم أو معلومات دقيقة بأن هذا الهجوم سيكون هجوم صاروخي يحمل أكثر من 100 صاروخ طويل المدى ويصل مداه إلى القدس وإلى يعني مستوطنات الضفة الغربية وكذلك إلى تل أبيب. إذا نحن نتحدث عن هجوم صاروخي كبير. الآن هناك حالة ذهول، هناك حالة صدمة وارتباك أيضا، لأن رافق هذا الهجوم أو قبله بدقائق عملية نوعية صنفت في تل أبيب أيضا، عدد القتلى فيها أكثر من 4 قتلى الذي تم الإعلان عنه 4، هناك عدد 4 آخرين في إصابات خطيرة جدا وخطرة، وهناك إصابات أخرى. إذا حالة ارتباك وذهول. الآن جميع السكان طلب منهم الذهاب إلى المنازل، طلب منهم البقاء في الملاجئ، طلب منهم البقاء بالقرب أيضا من الملاجئ وعدم الخروج منها. نحن نتحدث أن جميع سكان إسرائيل الآن في حالة الطوارئ وتحت تعليمات الجبهة الداخلية، وهذا ما كانت لم تحسب له حساب حقيقة إسرائيل. الأمر الآخر الذي ربما سيؤدي إلى ردود فعل وأدى فعليا بردود فعل كبيرة بالتصريحات، هو ما صدر عن التلفزيون الإيراني وعن إيران نفسها بأن هذا الرد الأولي، وفي حال فكرت إسرائيل بأن ترد على هذا الهجوم سيكون هناك هجوم أكبر من ذلك. الآن يبحث هذا الأمر في الأروقة. الآن أيضا هناك اجتماع عاجل تم الدعوة له، اجتماع مشاورات أمنية. لأول مرة تعقد المشاورات الأمنية الإسرائيلية في مقر تحت الأرض في القدس، عادة يكون في مقر الكرياء وهو محصن تحت الأرض، ولكن في تل أبيب نحن نتحدث عن مقر آخر ذهبوا إليه في القدس تحت الأرض، وهي هذا المقر وهذا المكان للمرة الأولى. إذن هي حالة ارتباكات ودعوة لاجتماعات عاجلة، وأيضا أتوقع أن سيكون هناك قرارات وسيكون هناك حديث عن ماذا ستكون ردة فعل إسرائيل على إعلان الحرب عليها كما هي ذكرت محمد. نعم ريم، شكرا لك. سنكون يعني معك أولا بأول لتطلعين على أول وآخر المستجدات. نذهب إلى عمان، هناك بديعة صوان مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك بديعة. هناك صواريخ شوهدت يعني عبر الأجواء الأردنية، هل سقط أي صاروخ أو قذيفة على الأرض الأردنية؟ هل كان هناك أي إصابة؟ ولكن قبل أن أتحدث اسمح لي أن أبدأ بهذه العواجل. الآن الأردن يضع التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار الأردن. يتحدث الأردن اليوم عن عملية ضبط للحدود وحمايتها من أي أخطار، وكذلك الأمر هنالك سلسلة من الإجراءات الضرورية والاحترازية التي يعلن عنها الأردن فيما يتعلق بالواجهات الحدودية. أيضا يتحدث الأردن الآن على لسان القوات المسلحة الأردنية بأنه يتابع كثب التطورات
التطورات الحاصلة في المنطقة. نتحدث بأنه قبل أقل من ساعة هنالك أكثر من 100 صاروخ حاول اختراق الأجواء الأردنية، تم التصدي له من قبل القوات المسلحة الأردنية، وكان ذلك من خلال التصدي لهذه الصواريخ التي انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. الأردن أو المصدر العسكري في القوات المسلحة الأردنية طالب المواطنين بالبقاء في بيوتهم وعدم الخروج من المنازل. المشهد كان في الحقيقة محمد كان مخيف جدا، عدد الصواريخ كان أكثر بكثير من الهجمات الإيرانية التي شنتها في وقت سابق، كان هنالك حالة من الهلع. نتحدث أيضا عن أن هنالك سقوط لبعض الصواريخ في سحاب وفي السلط حتى هذه اللحظة. هذه المعلومات المؤكدة تشير بأن هنالك صاروخين وقع أحدهما في محافظة السلط والآخر في منطقة سحاب في عمان. لا يوجد حديث حتى هذه اللحظة عن أي أضرار مادية. أيضا فيما يتعلق بحركة الطيران، كان قد تحدثت هيئة الطيران المدني قبل دقائق قليلة بأنه أغلق الحركة، أغلق الأجواء الأردنية بشكل مؤقت أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة، وذلك كي يعود لحجم الصواريخ التي كانت في السماء الأردن. نتحدث أيضا بأن هنالك حالة من الهلع كانت تصيب المواطنين، ويعني هذا حتى الآن الأجواء تبدو أكثر هدوءا، ولكن قبل دقائق كان هنالك أكثر من 100 صاروخ عبر الأجواء الأردنية باتجاه إسرائيل. نعم، شكرا لك بديعة. نذهب إلى الأستاذ عادل جديد من مجددا من الخليل. أستاذ عادل، يعني هناك أنباء تقول الآن إنه إيران تحضر لدفعة جديدة من الصواريخ. قبل قليل كان هناك خبر آخر إنه انتهى الرد ما لم ترد إسرائيل في المقابل، وبالتالي يعني كيف تتوقع أن تذهب الأمور؟ إلى ما هو حدود وحجم هذا الرد؟ أعتقد أنه بعد ما حدث الليلة وفشل كل منظومات الدفاع الجوي الأمريكي والإسرائيلي من إسقاط هذه الصواريخ، واضح أنها صواريخ متقدمة وحديثة ودقيقة جدا. كما تحدثت شاهدنا نحن صواريخ وهي تتفلت ما بين مئات صواريخ القبة الحديدية. بالتأكيد الإسرائيلي ستكون حساباته مختلفة تماما. الإسرائيلي كان رهانه يعني أنه منظومات الدفاع الجوي الغربي والأمريكي وغيره، وللأسف بعض العربية بدل من أن تكون شريك، وخاصة أنه يفترض الصواريخ أن تكون عربية على إسرائيل وليست إيرانية، يعني هنالك من هو أولى من إيران لقصف. طيب لكن أستاذ عادل، هل تعتقد أنه هذا الرد المحدود يحقق أهداف لإيران؟ يعني ما الذي ستجنيه إيران من ذلك في المقابل؟ يعني هي لم تحقق إصابات كبيرة كما هو يعني كما هي حال الضربات الإسرائيلية التي تستهدف إيران ومصالحها في المنطقة. هذا ليس ردا محدودا. من قال لك أن هذا رد محدود؟ أن تقصف إسرائيل ب 250 صاروخ وعن أقل 150 صاروخ بعيد المدى منها يصل أهدافه بدقة، هذا محدود؟ هذا مقدم إلى حرب إقليمية شامل. يعني من الذي يقول أنه هذا ردا معدودا؟ ومن يتوقع؟ يا ريت لو كل الدول العربية تطلق واحد على 100 ما أطلقته الجمهورية الإسلامية. إذا كان إطلاق 250 صاروخ بعيد المدى ودكت كل أوكار الشر في إسرائيل رد محدود، فما هو الرد الكبير إذا كان هذا رد محدود؟ الرد الذي ينزل رئيس الحكومة الاحتلال وكل جيش وكل دولته في الملاجئ في ملاجئ نووية في مدينة القدس، هذا رد محدود؟ طيب. وخاصة أنه بالمقابل ملايين الفلسطينيين على السطوع، هذا ليس ردا محدودا. أعتقد أنه الإيراني تعامل بهاي المرة بنوعين، نوع من الصبر الحذر ونوع من الذكاء، أنه التزم الصمت مع زيادة هذا العربدة الإسرائيلية، وانتظر أنه إسرائيل وأبواقها إيران وباعت واشترت وما شابهت، وكان قد أصدر قرارا بأن يكون الرد مؤلم ومؤذي وأن يعلم إسرائيل درس لمئة عام قادمة. طيب. يعني أكيد سيكون ردا إسرائيليا بالتأكيد سيكون. طيب لكن يعني هو السؤال كان أنه ليس هناك تكافؤ في حجم الضربات الإسرائيلية في المقابل الإيرانية. الرد الإيراني 10 أضعاف الرد الإسرائيلي، لا يوجد، لم تضرب إسرائيل كهذا الرد. هذا الرد الإيراني لأول مرة بتاريخ المشروع الصهيوني أن يسقط على إسرائيل هذا العدد الكبير من الصواريخ. نحن في منطقة، أنا أسكن في منطقة يبعد عني أقرب صاروخ 50 كيلو، شعرت أن المنطقة مع أنه منطقة صخرية جبلية جبال الخليل اهتزت نتيجة قصف قاعدة نيفاتيم العسكرية ومطار العسكري في النقب. طيب. بالتالي هذا رد كبير جدا، من الذي يقلل من أهمية هذا الرد؟ طيب أستاذ محمود، يعني وفق مراسلتنا القناة 14 الإسرائيلية، قالت إسرائيل تقول أنه إيران فتحت أبواب جهنم عليها. هل نحن ذاهبون إذن نحو مزيد من التصعيد؟
نحو حرب شاملة مباشرة وليس عبر يعني مساحات محدودة وعبر الوكلاء؟ جانب رئيسي من هذه الحرب يدور حول إعادة تشكيل توازن الردع. كل طرف يسعى إلى إعادة تشكيل توازن ردع لا يكون فيه ضعيف، أو على الأقل يضمن مصالحه ويحميه من أي تهديدات في المستقبل. لذلك نلاحظ بأنه كل فعل يؤدي إلى ردة فعل، لأنه إذا لم يؤدي إلى ردة فعل يعني أن الطرف الذي قام بالفعل استطاع أن يفرض توازن ردع جديد أو قواعد اشتباك جديدة في هذه الحرب. وقواعد الاشتباك هذه في الحرب غالبا ما تتحول إلى عرف متعارف عليه في إدارة الصراع بين إسرائيل وإيران. لذلك حقيقة أنه توازن الردع هو جانب رئيسي من ميدان المعركة بين إسرائيل وإيران، يضغط على الطرفين لتجنب إبداء ردة فعل قوية. بمعنى إذا قامت إسرائيل بفعل قوي سيتعين على إيران أن تكون بردة فعل أقوى، وإذا قامت إيران بردة فعل أقوى سيتعين على إسرائيل أن تكون بردة فعل أقوى. لكن أليس هذا ما يريده نتنياهو والحكومة المتشددة؟ هذا في جر الجميع وجر الولايات المتحدة والانخراط، يعني فرض يعني الحل عسكريا في النهاية. يعني فرضوا نتنياهو عسكريا الحل، لأن نتنياهو فرض، يعني نتنياهو منذ اغتيال إسماعيل هنية رحمه الله في طهران استطاع نتنياهو أن يفرض إيقاع جديد على إيران في هذه الحرب. حتى ما قبل اغتيال إسماعيل هنية عندما توفى الرئيس إبراهيم رئيسي، وهناك شكوك حول مدى مصداقية الرواية الإيرانية في وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، إسرائيل فرضت منذ تلك الفترة إيقاعها في هذه الحرب على إيران. وبالتالي لماذا أصبح نتنياهو أكثر جرأة في تصعيد الموقف؟ أنا تقديري أنه المؤشرات أو الصبر الاستراتيجي أو ما يعرف باستراتيجية الصبر الاستراتيجي التي تبنتها إيران وحلفاؤها في هذه الحرب بدا عليها نقاط ضعف خطيرة وقوية، وأرسلت رسائل ضعف لإسرائيل بقدر أكبر من رسائل قوة، وبالتالي هذه الرسائل الضعف شجعت إسرائيل على تصعيد الموقف. يعني نتنياهو الآن يقوم بتصعيد الموقف ضد إيران منذ أبريل نيسان، منذ الهجوم على القنصلية الإيرانية، يغتال إسماعيل هنية في طهران، يقوم بسلسلة من الاغتيالات الكبيرة وصولا إلى اغتيال هنية في بيروت، لأنه يعتقد بأن الإيرانيين لديهم صبر استراتيجي لن يتورطوا في هذه الحرب. وبالتالي هذا الحذر الإيراني أرسل رسائل ضعف بقدر ما أرسل رسائل ردع. الآن إيران يعني تريد أن تعيد تشكيل استراتيجية الصبر الإيراني. هذا إذا كان هناك فرصة لاستراتيجية الصبر، الآن أصبحنا في يعني على حافة الانزلاق إلى حرب إقليمية. إيران لم تعد قادرة حتى على مواصلة استراتيجية الصبر. استراتيجية الصبر الإيراني الآن يعني أن إيران تخلت عن حليفها في لبنان حزب الله، وسمحت لإسرائيل بأن تستفرد بحزب الله. وبالتالي نحن أنا تقديري اليوم بعد هذا التصعيد لم نعد، يعني وفق ما قال بيان الحرس الثوري الإيراني بأنه لن نقوم برد إلا إذا ردت إسرائيل، لا، الآن نحن في مرحلة مختلفة تماما في هذه الحرب. وبالتالي تأخر إيران في التكيف مع نزعة نتنياهو نحو التصعيد أدى إلى رفع التكاليف عليها في نهاية المطاف. الآن إيران أنا تقديري في الوقت الضائع تحاول أن تستعيد توازن الردع مع إسرائيل، وأيضا في الوقت الضائع تحاول أن تحمي حزب الله من التكاليف الباهظة لهذه الحرب. نتنياهو بالطبع يريد مزيد من التصعيد. نتنياهو، وهذه مسألة مهمة لو تسمح لي، نعم، فقط ننوه للمشاهدين أنه صور تريدنا من محيط الضفة الغربية وتظهر صواريخ تسقط يعني في المنطقة في محيط الضفة الغربية. تفضل أستاذ محمود. النقطة مهمة جدا. نتنياهو عندما خاض حرب 7 أكتوبر، في بداية حرب 7 أكتوبر، هو لم يخوض هذه الحرب من أجل استعادة الردع الإسرائيلي الذي كان قائم قبل 7 أكتوبر. هو أراد فرض قواعد جديدة. هو دخل هذه الحرب من منظور الفرص التي أوجدتها إسرائيل لنفسها من أجل إعادة تشكيل التهديدات المحيطة بها، إن مع حركة حماس في غزة أو مع حزب الله في لبنان أو في صراع الوكالة مع إيران. ماذا فعل نتنياهو في غزة؟ كانت هناك 3 أهداف إسرائيلية معلنة للحرب في غزة: قضاء على حركة حماس، استعادة الرهائن، منع أن تشكل غزة تهديد مستقبلي لأمن إسرائيل. تطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع كيف كان؟ إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، محاولة إخراج غزة من معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأسره، وستواصل إسرائيل مشروع التهجير القسري. الآن إسرائيل وهناك يعني أهداف، وبالتالي ما أريد أن أقوله بأنه حتى الأهداف الإسرائيلية المعلنة اليوم مع حزب الله، وهي هدفين: إعادة سكان المستوطنات الشمالية وإبعاد حزب الله عن الحدود، هي أهداف معلنة، لكن كيفية تطبيق إسرائيل هذه الأهداف على أرض الواقع هنا قد يكون هناك ما هو أبعد من هذه الأهداف. يعني اغتيال نصر الله، تصفية جيل كامل أو إحداث تحول جيلي في القيادة العسكرية لحزب الله،
رفع هذه التكاليف إلى مستوى الحرب الشاملة على حزب الله، يشير إلى أن إسرائيل تريد أبعد من تحقيق هذين الهدفين. أنا أعتقد بأنها تعيد تشكيل التهدية حزب الله بالنسبة لها، وربما تطمح إلى تغيير الحالة السياسية اللبنانية، لأنه اليوم أي ضعف في حزب الله أو أي انهيار لأسطورة قوة حزب الله سيؤدي إلى تغيير ديناميكيات السياسة الداخلية اللبنانية. والنقطة الأهم بخلاصة كي لا أطيل، أنه كما قلنا حزب الله هو جزء من العقيدة الدفاعية الإيرانية، فبالتالي إذا استطاعت إسرائيل أن تحيد حزب الله يعني استطاعت أن تكشف العقيدة الدفاعية الإيرانية وأن تضعف وسائل المناعة الإيرانية في الدفاع عن نفسها. طيب دكتور عبد الله، عميد عبد الله، لو سألتك بموازي القوة العسكرية، ما يعني نقاط القوة والضعف لدى الطرفين؟ يعني أنا أعقب على كلام أستاذ محمود، في الواقع أنه كل طرف يحاول أن يشد اللحاف تجاهه من أجل أن يحافظ على القوة الموجودة لديه. قبل أن ندخل في تحديد نسبة القوة والوساط والقوة العسكرية غير ذلك، إسرائيل كانت يعني أحد الدعائم التي تقوم عليها في عقيدتها أساسا وجود الأذرع الإيرانية في المنطقة. الآن إسرائيل لم تعد تريد أن يكون هناك لإيران أذرع في المنطقة، ولذلك يذهب البعض أنه ربما حتى بعد حزب الله تضرب حزب الله وتضرب الحوثيين وتضرب البقية حتى الآن ربما يكون هناك هجوم باتجاه دول عربية أخرى غير لبنان، ربما لسوريا، ربما إلى الأردن، ربما إلى أبعد من ذلك، ممكن أن تشترك العراق في ذلك. الآن إذا ما جئنا إلى القوة العسكرية وحساب نسبة القوة الوساط لدى الطرفين، الآن إسرائيل يعني لديها صناعات حربية متطورة تقوم بتصنيع، والتعديل على الصناعات أيضا الأمريكية والغربية، وأحيانا هناك شراكة بين إسرائيل وبين الدول الغربية. لديها طبعا إسرائيل معروفة في المنطقة، وهذه ليست يعني من فراغ، إسرائيل لديها الذراع الطويلة التي هي الطيران، التي تقوم مثلا بالقصف في أي مكان، تقصف في لبنان، تقصف في سوريا، أحيانا تقصف القوات الإيرانية المتواجدة في العمق السوري، لن تجد هناك أي رد نهائيا. إذا السلاح الطيران الإسرائيلي متفوق على حتى سلاح الطيران الإيراني، هذا من ناحية القوة الجوية. من ناحية القوة البرية، كل الأذرع الموجودة طبعا لدى إيران هي لديها أسلحة متوسطة وخفيفة ومندال وصواريخ قصيرة المدى. طبعا هي تعلم، إسرائيل لديها دراسة واستطلاع طبعا، بالإضافة إلى مساعدتها في تقصي الحقائق على الأرض، تعرف أن هناك لحزب الله تم نقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله، وطبعا هي الضربة التحذيرية يوم أمس إلى مزار يعفور حيث مركز عمليات الفرقة الرابعة، هي تلاحظ بأن هناك صواريخ أصبحت تأتي لتعزيز الترسانة الصاروخية لدى حزب الله، لأن هناك قول طبعا أيضا لبلينكو أتوقع، قال يعني مدى استمرار إسرائيل في المعركة هي الإمداد الإيراني لها، والإمداد الإيراني من أين يتم؟ عن طريق الوسيط المتفاعل الذي هو سوريا. فلذلك نحن الآن أمام حرب ستتوسع أفقيا، ليس فقط في لبنان، ستمتد إلى سوريا، إلى ربما الأردن، ربما إلى العراق وإيران. هل لدى إسرائيل، يعني ضيفنا أشار قبل قليل، نعم، أنه قد تضرب مفاعلات نووية، وربما هذا أحد الأهداف كان الإسرائيلية القديمة؟ طبعا بالتأكيد، يعني إسرائيل لديها في كل فترة طبعا ضرب المناطق الحساسة، وهذا من العقيدة الإسرائيلية بأن تقوم بملاحقة كل ما هو مثلا متطور لدى الدول في الشرق الأوسط، كما فعلت في مفاعل نووي في الخبر في دير الزور، قامت بقصفه أثناء بنائه يعني وتصميمه. الآن هي من الممكن، يعني إسرائيل أيضا، أضرب هنا مثال، قبل 7 سنوات قامت إيران بهجوم سيبراني على وزارة الزراعة الإسرائيلية، فماذا فعلت إسرائيل بعد؟ طبعا عطلت توزيع المياه في إسرائيل لمدة 2 ساعة. قامت إسرائيل أولا بالدخول سيبراني على المنشآت الإيرانية، قامت بدخول سيبراني على الطيران المدني، وقامت إيران بقصف طائرة أوكرانية في الجو، وأعطت أوامر سيبرانية من سفينة إلى سفينة، فقامت سفينة إيرانية بقصف سفينة إيرانية أخرى كونها معادية. ويعني هذا ظهر في يعني التصعيد الأخير عموما في المنطقة، التطور التكنولوجي يعني بالتأكيد العسكري الإسرائيلي. طيب مشاهدينا يردون الآن ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال بإمكان الإسرائيليين الخروج من الملاجئ
إسرائيل جاهزة للرد دفاعاً وهجوماً، ولدينا خطط هجومية وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ونعمل على دراسة طبيعة الرد. إسرائيل تصدت للهجوم الإيراني بالتعاون مع شركائها، لدينا الحق بالرد في الزمان والمكان المناسبين، وأيضاً إطلاق صواريخ من إيران خطير للغاية وسوف تكون له عواقب. هذا نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. أستاذ إبراهيم، ما التداعيات المحتملة خلال القادمات من الأيام؟ أولا علينا أن نراقب الطريقة التي سيرد بها الإسرائيليون على إيران، وعلينا أن لا ننسى أن الهجوم جاء في توقيت حساس بالنسبة للإسرائيليين الذين كانوا يحاولون أن يبدأوا بعملية توغل بري في جنوب لبنان. هي عملية محدودة غير محدودة، هذا بحث آخر، لكنهم كانوا يحشدون على حدود جنوب لبنان وسيبدأون بالعمل البري. تأتي بعد سلسلة ضربات محور إيران في حتى في الهديدة في اليمن، واغتيال إسماعيل هنيه في طهران، واغتيال أمين عام حزب الله في لبنان. كل هذه الأمور يعني تدحرجت، وصار لدى إيران عند أمام خيارين: إما أن تتلقى المزيد وتطبح حربها في طهران، وإما أن تدافع عن خطوط دفاعها الأولى. يعني إيران تعتبر أن الأذرع التي تتكل عليها هي للدفاع، هي خطوط دفاع عن طهران بالدرجة الأولى. فاليوم علينا أن نراقب كيفية الرد الإسرائيلي، وإن عدنا بالذاكرة إلى 13 نيسان مع اختلاف شكل الرد وشكل العمليات والصواريخ والمسيرات التي استعملت في حينها، هناك اختلاف كبير في طبيعة الهجوم. لكن بعد الهجوم الإيراني تم هناك هجوم إسرائيلي في أصفهان، ولم يكن الهجوم خفيفا، لكن إيران اعتبرت أن الهجوم كان خفيفا وأوقفت، مع أن طيب. في حينها كان مندوبها في الأمم المتحدة سعيد إيرواني يقول نحن انتهى ردنا، وتكتفي إيران في حال تلقت ردا قويا أو سترد في المقابل. علينا أن نراقب، واليوم الأمور فينا كنا نقول أنها تسير على حافة الهاوية، على حافة الهاوية. وربما لعل يعني من الأمور التي كانت تحاول تجنبها إيران هي أن تنجر الولايات المتحدة بشكل مباشر يعني للمعركة. ما رأيك الآن يمكن أن يتغير الموقف، يعني ربما تنخرط، لأن الولايات المتحدة رغم دائما تقول نحن مع الحل الدبلوماسي، لكن دوما تؤكد دعمها الكامل لإسرائيل. قطعا قطعا إن تدحرجت الأمور قطعا ستتدخل الولايات المتحدة. الآن البنتاغون أعلن عن إرسال حاملات طائرات جديدة إلى المنطقة. قطعا إن تدحرجت الأمور أكثر، يعني ردت إسرائيل ثم عادت وردت إيران، أعتقد أن مشكلتها ستكون مع الولايات المتحدة ولن تكون مع تل أبيب وحدها. يعني سيكبر بكار المعركة إذا صح القول، المعركة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت نفسه يعني معركة مع حلف الناتو. علينا أن نذهب إلى بعيدا في هذا التفكير إن تدحرجت الأمور إلى خلينا نسميه إلى السيناريو الأكثر تطرفا الذي نتحدث عنه اليوم. أستاذ عادل شديد، برأيك يعني إذا هذا التصعيد كما قال ضيفنا يعني يجعل الأمور على حافة الهاوية، ربما يعني تتدحرج الأمور أكثر فأكثر، وبالتالي قد تدخل الولايات المتحدة، ما تداعيات ذلك؟ يعني أعتقد أنه رسالة إيران اليوم أيضا موجهة للأمريكي، أنه طالما أنه إيران استهدفت عشرات المواقع الحساسة والاستراتيجية في إسرائيل وأصابتها إصابات دقيقة، والآن الإسرائيلي يعترف أنه بوصول 200 صاروخ على الأقل إلى أهدافهم العسكرية والمنشآت الاستراتيجية، بالتالي كل القواعد العسكرية الأمريكية بكل الشرق الأوسط في سوريا في الأردن في العراق في الخليج كلها تحت مرمى الصواريخ الإيرانية، بالتالي هذه رسالة ليست فقط موجهة للإسرائيلي. الآن بخصوص الرد الإسرائيلي أعتقد أنه المسألة واضحة، أنه الرد سيكون قرارا أمريكيا. هاي الرسالة وصلت الأمريكي. الأمريكي كان مترددا، كان يعتقد أنه الإيراني ليس معنيا بالذهاب باتجاه حربا مفتوحة، ولكن بالنهاية كما تحدث ذو ضيوفك أنه لا يمكن للإيراني أن يقبل أن شركاء وحلفاء الذين يشكلوا قاعدة الهجوم الأول له على إسرائيل، وهم لا شك أنه هم الوحيدين الذين يهاجمون ويقتلون ويقاتلون إسرائيل والولايات المتحدة، مع أنه بالدول العربية يتعاملون مع أمريكا كحليف، يتعاملون مع إسرائيل كصديق والبعض يطبع. بالتالي اليوم الإيراني أكيد نقل المنطقة باتجاه منحى آخر، أكيد لن يكون كما كان بالأمس. اليوم مسحت الكرامة
وكبرياء إسرائيل. إسرائيل اعتقدت أنه بالأسبوعين الماضيين مما قامت به في لبنان استطاعت أن تعيد قوة الردع أو صورة الردع أو ما شابه. يعني الكثير من الإسرائيليين شبهوا مكانة إسرائيل اليوم بما كانت عليه بعد حرب 67 حين ضربت وقسمت ظهر ثلاث جيوش عربية. الآن الأمور اختلفت. الرد الإسرائيلي بالتأكيد سيكون قرارا أمريكيا. الأمريكي الآن بات مقتنعا أنه رد قوي من قبل إسرائيل وتشارك في أمريكا بالتأكيد أنه الإيراني سيستهدف القواعد العسكرية الأمريكية كما حلفاء إيران بالمنطقة. لذلك الآن القرار أصبح أمريكيا ولم يعد إسرائيليا، وبالتالي لم يعد الأمريكي قادر على أن يبقى بنفس المعادلة أنه لإسرائيل الحق بالدفاع عنها وفي حال تعرضها للهجوم أن يدافع عنها. فشل الأمريكي اليوم بالدفاع عن إسرائيل كما فشلت كل منظومات الدفاع الغربي كما الإسرائيلي يعني، والإسرائيلي يعترف يعني اليوم لا يوجد أي مجال لكي يكذب الأمريكي والإسرائيلي إنهم أسقطوا هذه الصواريخ، وهذه الصواريخ التي وصلت على بعد 1500 كيلو بالتأكيد ستصيب كل القواعد العسكرية في المنطقة. أظن وسنرى إلى أين تتجه الأمور. يعني يحتاج آخر جملة بتقدير إيران وإن شاء الله بكون تقديري في محله، إنه لا يمكن أن تقدم على هذه الخطوة إلا أن القنبلة النووية أصبحت جاهزة، وهذا مطلب كل العرب المسلمين. هذا حديث يطول. يعني طبعا مشاهدينا احنا سنستمر في التغطية والمتابعة والقراءة والتحليل، ونشكر يعني في نهاية هذه الساعة الإخبارية جميع ضيوفنا: محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، إبراهيم ريحان الصحفي والكاتب السياسي من بيروت، العميد الدكتور عبد الله الأسعد المحلل العسكري والاستراتيجي، وعادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي من الخليل. مشاهدينا نتابع الآن مشاهد من القصف الإيراني على إسرائيل. نترككم مع هذه المشاهد، وعلى رأس الساعة يبدأ برنامج ما تبقى. طب ضعوف طب ضعوف طلع خفر واحد راح الجام 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 يا